واحد من اساطير اللعبه، واحد من اللعيبه اللي قفلوا اللعبه، صديقي كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك في الهاندبول، الكابتن احمد الاحمر. احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو، عظيم حبيبي على الكلام العظيم لا والحاجة ده حق. الجميلة دي. حبيبي ربنا يخليك يا كابتن ميدو. احمد قفلت اللعبه ولا لسه في حاجات تانية؟ ها، رحت ليفل الوحش؟ لا خالص والله. انا الفكرة ان انا فعلا يعني كل سنة ببقى موجود مثلا في نادي الزمالك او في منتخب مصر. الفكرة ان انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تبين ان انت قد المسؤوليه دي. يعني الناس بتحط عليك مسؤوليه كبيره، ان انت كلعيب او ككابتن هنا او كابتن هنا، او حتى كلعيب قبل ما ابقى كابتن، ان انت ليك شكل والناس متوقعه منك حاجه. فانت بتحاول دايما ان انت تكون عند حسن ظن الناس، وبتحاول تكون قد المسؤوليه مش اكتر. احمد، كان معاك فانيلا؟ كام فانيلا في ماتش الاهلي؟ لا احنا كان معانا اثنين بس، كان عندنا مشكله فما كانش معانا غير اثنين. كنت بقى بتمنى يعني، كنت عمال اصلي يا رب ما تحصل مشاكل، عشان فعلا ما فيش غير تيشيرتين، دي مشكله كبيره يعني. عايز اسالك بس سؤال. الحمد لله الدنيا عدت، الكواليتي بتاعت التيشيرت دي احسن بصراحه، استحملت يعني، قطعت في اخر الماتش خالص. عايز اسالك سؤال. انا بحس ان يعني انت الوحيد اللي بتفرج عليه، انا ما بفهمش طبعا هاند بول قوي، لكن يعني انت الوحيد اللي بتفرج عليه بحس ان انت دايما عندك افكار جوه مخك، لان انا بحس ان الديفنس في وقت من الاوقات ابتدى يفهم الفنتات بتاعتك، الحاجات اللي انت بتعملها، بالظبط. بص لكن دايما بتطلع بافكار جديدة، دايما بتعرف تفضي نفسك. ازاي ان انت قدرت توصل للمرحلة دي؟ صغير والله يا ميدو، من وانا صغير الفكره ان انت يعني بدنيا انا ما خدتش الحته بتاعت بابا، مش قوي بدنيا زيه، لكن الفكره ان انت كنت عايز تبقى متواجد. فعشان تبقى متواجد لازم يبقى في اختلاف، لازم يبقى عندك حاجه مختلفه عن الناس اللي انت بتلعب معاهم، خاصه ان انت بتلعب في لعبه فعلا هي بتعتمد على القوه البدنيه والاندفاع البدني والطول والجسم يكون كبير، حاجات كثيره كده. فمعظم الحاجات دي مش موجوده عندي. فالموضوع ده ابتدى معايا من وانا صغير، وان انا دايما الحمد لله قدرت اتطور فيه. ومع الوقت انت فاهم ان يعني اي موهبه، يعني اي حاجه جديده بتعملها او اي مهاره بتكتسبها، مع الوقت بتبدا ان انت يعني خلاص بتبقى حاجه معاك، بتبقى حاجه يعني غصب عنك موجوده فيك من غير اي حاجه هي بتعملها. زي ما بتيجي مثلا تسوق عربيه في الاول بيبقى الموضوع صعب، لكن مع الوقت انت الموضوع بيبقى ده العادي اوتوماتيك من غير اي حاجه، كل حاجه بتتبرمج لوحدها. فهو ده اللي حصل فعلا الحمد لله. طول الوقت يعني الدنيا بدات تبقى احسن، خاصه في الفتره الاخيره انا ما بقتش صغير، فبدا الموضوع بتركز اكتر على الحته البدنيه، ان انت تكون جاهز بدنيا عشان تقدر مهارتك تظهرها، لان المهاره لوحدها مش هتنفع طبعا من غير بدنيا انك تكون جاهز. فالموضوع ماشي يعني بالتسلسل ده، فاهمني انت في الموضوع ده. احمد، ممكن اسالك سؤال؟ ايه اللي خلاك تحول من الكوره؟ يعني طبعا الساده المشاهدين لازم يعرفوا كلهم ان احمد في الناشئين في الاشبال كان لعيب كوره، وانا عارفه من وهو صغير كان لعيب، كنت في فرقه زاهر صح؟ مظبوط كده. دي 85 ولا ايه؟ 84. 84 صح، الفرقه الازرق مننا بسنه. ايوه ايه اللي لعبت خلاك قدامك مرتين، ايه اللي خلاك لعبنا قدامك مرتين ماتشين. ايوه، ايه اللي انت لو كنت لعيب كوره كويس، ايه اللي خلاك تنقل للهاندبول؟ والله انا حبيت الهاندبول اكتر. يعني انا في الهاندبول خد بالك برضه احنا صغيرين بتبقى المعايير والفكر بيبقى مختلف. يعني انت وانت صغير الفكره ان انت يعني كان 12 سنه ده الوقت اللي انا كان لازم بقرر فيه. فكنت بلعب الاثنين طول الفتره اللي قبليها وبتاع. لقيت نفسي في الهاندبول فعليا انا بدخل مثلا بطوله بتبقى في 3 ايام ورا بعضيها. عندنا في الهاندبول كده بطولات مصغره بتبقى صيفيه وشتويه، فكسبت بطولتين وبجيب في البطوله يعني اجوان كتيره جدا، بجيب اكتر من نص اجوان الفرقه. وبلعب في الكوره مثلا لا انا واقف ما بعملش حاجه، فلقيت نفسي نجم كبير في الهاندبول من وانا صغير. لكن طبعا بابايا طبعا يعني بابايا طبعا هو يعني حب الناس ليه، وان هو الناس بتتكلم عليه وانه كان نجم وبتاع، طبيعي ان دي حاجه نمت الموضوع جوايا بشكل كبير وخلتني احب الهاندبول اكتر. احمد، رقصه الكاس ورقصه الرقصه اللي بقت دلوقتي علامه مميزه داخل نادي الزمالك، رقصه شيكابالا، كان متفق عليها مع شيكابالا قبل المباراه ولا جت في لا دماغك؟ خالص، لا جت في دماغي كده لحظه، لا جت في دماغي. انت فاهم ان احنا في نادي الزمالك طبيعي ان احنا كلنا بندعم بعض وبنهني بعض بعد اي بطوله، ودايما بنواسي بعض لو في حاجه، ده الطبيعي بتاعنا.
فانا كنت شايف ان في الوقت ده يعني بقى لنا فتره من بعد المشكله بتاع شيكابالا الاخيره، ان طبيعي ناس كتيره دعمت شيكابالا ووقفت في ظهره، وشفت ان دي احسن طريقه دعم بيها شيكابالا في الفتره دي. يعني انت رقصه الاحتفال بالكاس، رقصه شيكابالا، كانت نوع من الدعم لشيكابالا بعد ازمته الاخيره مع اتحاد الكوره. بالظبط بالظبط كده. كابتن احمد بحييك وبتمنى لك التوفيق وبشكرك على مداخلتك معايا. انت واحد من الاساطير اللي جمهور الزمالك عمره ما هينساهم ابدا. شكرا حبيبك، تميدوا ألف شكر حضرتك.